عنك. هلا بالست وخير، كيف الحال؟ يا هلا والله. تذكر يا ابو مسارة الموضوع حق القرع؟ اي نعم. صورناه حنا. اي نعم. جاء له طلب كثير يسألون عن الكيفية، والكيفية حنا مفروض ان نطبقها تطبيق نظري خلهم يشوفون الطريقة. إيه إيه. من الألف إلى ما في مشكلة. ما في معنى. ما في معنى. أول شيء يا أبو سارة عطنا قصة الرجال اللي جاك. والله في واحد إيه؟ يجيني شيبة إيه؟ عنده مشكلة في البروستات، ما أدري مرة داخل إلا كيسة القصدرة بيد شايلة إيه؟ جاي المستشفى وأنا اللي هو حقت البول، حقت البول قصدرة ألبس البلاستيك إيه؟ وأنا سبقا قريت الموضوع في اليوتيوب الصراحة، ما باخترع من عندي. إيه؟ وشرحت له الموضوع. ايوه. هالرجال بعد 20 يوم راح ودرت له جاني شايله وانا ناسي الموضوع اني شارح له. ايه. ويحب راسي شلونك، شكرا يا عم، شكرا يا عم، وشايبه يجي يعطيه حسنه. ايه. قلت له خير ان شاء الله، وش فيك؟ قال والله اني استعملت وصفتك وان الله شفاني. كم اخذ المده؟ شهر؟ 20 يوم تقريبا، اخذ له 20 اقل يوم. من شهر يعني. اقل من شهر. ايه. ايوه. ووصف الواحد اني مرقد عنده في المستشفى واستفاد منه. نعم. اي ويشكروني كله. ايضا الثاني استفاد. استفاد. ايوه. من الوصفه دي. أيوة. حبينا نوصفها للناس لعلها تستفيد منه. طيب ابو ساره. أيوة. الحين الطريقه وين القرع؟ عطنا القرع، شكل القرع. هذا القرع الني. هذا القرع الني. هذا هو. هذا القرع الني. أيوة. قبل الطحن. ايوه. بدون طحن وبدون ابدا ملح. ني اسمه ني، نقول ما ابدا لا حمص ولا عليه ملح ولا عليه شيء. اي نعم. قرع عادي. قرع عادي، حب قرع عادي يلقى أيه. عند المحلات. ما هذا فيه. بعد ما طحناه. هذا بعد ما طحن. خرك. مطحون. أيه. مطحون. هذا بعد ما طحن، شوف بودر ها. بعد ما طحن. اي نعم. شفت كيف؟ خشن يعني. خشن زي طحن تقوى. اي نعم. شفت كيف؟ هنطبق للناس نظري ونوريهم كيف يسوون. ابو سارة الان المويه تغلي. اي ودله فيها ليفه، هذا الليفه عشان التصفيه. نعم. شفت كيف؟ اي نعم. وهذا الحب القرع مطحون. نعم. نبغى ناخذ ملعقتين من ذا ونحطه فيه، هو فنجان قهوه يعني، يكفي فنجان قهوه او ملعقتين. او ملعقتين فنجان قهوه مليا او ملعقتين من هالكبار. ملعقه طعام، ملعقتين من ذي تحط فيها تغلي، تخليها تقلب كم مره عشان يتبلغ الماء من منتوج. يلا يا ابو سارة الحين نحط. حنا الحين عندنا نقول هذه بسم الله ملعقه، وهذه ملعقه، وهي منتج عادي طبيعي يعني ما فيه. خليها لين تقلب الدلة. نعم. يعني كأنك حاطن القهوة. كأنك هواء. تخليها لين تبلغ، تقلب تقلب تقلب، تشيلها تقلب تقلب، تترك كده وتشربها، وإن شاء الله فيها العافية والصحة والعافية. أي نعم. الحين بدأت كأنها تقلب، كأنها تغلي قهوة. ايه. كأنها كان نظام قهوة بس. أي نعم. الله يجزاك خير أبو سعد. وهذه الطريقة اللي كان نشوفها الآن تقلب. أيه؟ خليها تخفف النار عليها شوي، تخفف النار عليها شوي. طيب خلاص. أيه؟ الآن إيه تخفف النار عليها الآن أبو سارة. خلاص الحين قلبت. أيه؟ نبي نصفيها. سم. هذه الدلة هي المفروض أنها تقلب أكثر من كذا. الحين نبي نصفيها. الحين نصفيها. يبي يكون عكر كذا. عكر زي الحليب. زي الحليب. زي الحليب. ايوه. بس كان شرب الكاس ذا فتره صباح مساء زي. ابو ساره ممكن يكون على الريق افضل. افضل على شيء على الريق. اي نعم. أو قبل النوم. اي يعني ابو ساره هذا هو هذا المشروب اللي ان شاء الله فيه الشفاء. ان شاء الله فيه شفاء. وهذا انت تقولها كتجربه. كتجربه. والتجربه هذه طول العمر ممكن تصلح الناس وممكن ما تصلح الناس. ما تدري. الله اعلم. الله جاب لها دايما. الله يجزاك خير يا ابو ساره. وانا اتمنى للشفاء الناس. من هذا تطبيق عملي وتشكر عليه. يعني كنت اصريت علي قلت لي يا ابو احمد. افضل عملي لان الناس ما هي فاهمه، كم واحد اتصل علي يسالني. أيوة. الآن هذه هي الخطوات وهذه هي الطريقة. والله